السلام عليكم السيدين قناتك وطرف العور، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتوما مزيان. فيديو جديد على القناه ان شاء الله، وهذا الفيديو دا كيما شفتوا غادي ندير لك كتجي واعره واعره بزاف. المهم هذا كان عيد ميلاد ديال بنتي، داكشي علاش درتها. كيما شفتوا البنات بينت لكم جوج جينواز، جينواز درت هذيك اللي كدار في المقله، نديرها لكم في فيديو بوحديتها، راه نطيبها لكم. المهم بالنسبه اللي بغاها يكتبها لي في لي كومونتير لتحت وغادي نصيبها لي. دابا غادي ندوزو لاكريم باش غادي نعمروها. درت لاكريم شونتيي وغادي نزيد عليهم ربعة بيرلي وغادي نزيد عليهم جبلي. البنات شنو كيفاش حطيت كيفاش حطيت بيرلي؟ راني غضبانة، كنصايب داكشي وغضبانة مطلقة بالنفخة. المهم انا كنهضر كنعاود ليكم داكشي اللي كيطرى ليا عادي. المهم انا هنايا خدمت لاكريم الاولى، لاكريم الثانيه كما شفتوها اللي غادي نصايبوها من برا. راه بينت لكم لاموس وزدت عليها النكهه ديال الفريز. انا خديتها ديال الفاني حيت ما لقيتش ديال الفريز، الا لقيتو نتوما ديال الفريز استعملوها. صافي هنا كما شفتوا هو داكشي اللي غادي نقاد به. لاموس هي هذيك اللي فيها الباتور، اللي ديال الباتور، والاخرى لاكريم شونتيي. وخديت الفريز والبنان وخديت هذا اوريو، جوج اوريو، وغادي نحتاج حتى الشوكولاته ديال الكوكيز. اول حاجه غادي نبدا هنا نسقي الجينواز ديالي كما كتشوفوا. بالنسبه للبنات للسيرو انا عصرت ليمونه وزدت معاها شويه ديال الماء ودرت سنيده وسخنتهم فوق البوطه، صافي كنسقي الجينواز ديالي عادي. وبالنسبه للبنات لهذاك السيرك اللي كتشوفوه داير على المول ديال اللي كنمونطيو به الحلوه، هذاك راه الثمن ديالو رخيص، واللي ما عندهاش ما ديروش، ماشي ضروري. يعني الا بغيتوا البنات ندير لكم هذه شي لاطارت بلا مول، بلا مول، بلا فران، نقدر نصايبها لكم في القناه ان شاء الله من هنا لقدام. المهم اللي بغى شي حاجه يكتبها لي في لي كومونتير لتحت ان شاء الله ونصايبها لي. هنايا هاد لاكريم شونتي اللي كنعمر بيها راه هي اللي فيها بيرلي وفيها الجبن، راه كتجي زوينه، ما كتجيش حلو، ما حلوه ما مالحه، كتجي كيجي المذاق ديالها زوين. المهم كما شفتوا انا كنقاد دابا الطبقه الاولى. انا بنتي جابت لي المعلقه حيت هذيك البانسو ديال الجينواز اللي كنسقي بها الجينواز عندي صغيره ما كتهزش ليا بزاف، قلت لها عطيني معلقه وجابت لي. قلت لها بقيت تشرحي لنا كطولي لنا الفيديو. انا اللي دابا قلت غير بوحدي وكنزيد لكم الصوت بحال شي حمقه. صافي كما شفتوا انا كنقاد هنايا لاكريم ديالي كنقادو من فوق الجينواز. وبالنسبه للبنات لهذوك لي سباتي اللي كنخدم بيهم، هذه اللي كتبان لكم شاده في يدي، راه كتباع ثلاثه، كيتباعوا ثلاثه ما غاليين، شي 13 درهم ولا بحال هكا الثمن ديالهم. وكيكونوا البنات واحد المره انا لقيتهم حتى عند داك مول 5 دراهم، تقدروا تلقاوهم عندهم، كيكونوا ثلاثه و5 دراهم. المهم تما وزهركم. صافي هنايا قديت الطبقه الاولى وغادي غادي نشد داك البنان والفريز. كما ديك ما قلتها لكم بالنسبه للبنان والفريز، البنات ما تقطعوهم غادي تعصروا عليهم واحد باش يجيكم بحال الا فيهم السيرو، ما يجيش داك الفريز قاصح، باش ملي كتدخلوا حتى الثلاجه ولا الكونجيلاتور يجمد ما كيقصاحش. شدوا عصروا عليهم الليمون وخليوهم يشربوا واحد شويه، ديك الساعه بغيتو تصفيهم من داك الليمون صفيوهم، ما بغيتوش تصفيهم صافي خليوهم كيما هكا. بغيتو تستعملوا داك الليمون اللي داخل تعملوه زعما تلقاو بيه الجينواز ولا شي حاجه بحال هكا. هنا غادي نزيد هذاك اوريو اللي قلت لكم. وهنايا نسيت البنات ما وريتكم الشكل اللي غادي ندير ديال الكوكيز، انا درت ديال الريش الشوكولا ريش. صافي هو اللي استعملته كيجي مر واحد الشويه. ها هو غتاخدو شي 5 دراهم ولا 3 دراهم بحال هكا، صافي راه غادي تكفاكم. صافي غادي نبقى كيما بهاد الطريقه. الطبقه الثانيه غتشوفوا الطبقه الاخرانيه، هذاك الثاني ديالها اللي تيكون في المقله ما تبغيو تستعملوها هذاك هو اللي غديروه في الوجه ديال الكيكه. نتوما غتشوفوني كيفاش غادي ندير ليها هنايا. انا كنسقيها بالسيرو، كل طبقه تسقيوها بالسيرو من طبيعه الحال باش ما تجيش طبقه ناشفه وطبقه فازقه، ضروري الجينواز كتبغي تسقى. صافي هذا ما كان كما شفتوا غادي نسقيها وغادي نقلبها. الوجه هذا اللي سقيته هو اللي غنديرو لتحت، والوجه الفوق التحتاني ديال المقله هو اللي غنديرو الفوق ديال الجينواز ماشي ديال المقله. حيت انا درتها في المقله. صافي المهم واخا الفيديو البنات غادي يجيكم طويل واحد شويه، ولكن هي كملوا حتى الاخر باش تستافدوا واحد شويه. صافي ها نتوما كما شفتوا انا قلبتها،
لبسها، بس البس الفوقاني ديال لاطاش ولا شي حاجه بحال هكا. خلوها للثلاجه تبرد، انا كنت زربانه بيها الصراحه، ما دخلتش للثلاجه بزاف. صافي دابا غادي نبدا نمونطي من الجناب، غادي نبدا نقدم من الجناب. هاد لا كريم، هاد لاموس، هادي ديال درت فيه انا النكهه ديال الفريز، نيت غنقادها من الفوق، وهذا غادي نقادها من الجناب المره الاولى، وغندخلها للثلاجه. هاد المرحله هادي دخلت انا الثلاجه تبرد، نتوما خليوها حتى ساعه ساعتين هاد باش تجبدوها وعاودوها المره الثانيه باش تجيكم ساهله. صافي كيما شفتوا البنات، ها هي هادي عاوتاني اللي كنخدم بيها، راه ما غاليهاش حتى هي، راه رخيص دابا، راه كلشي ولا كاين في عند مالي الحلوه، خاص غير الواحد يتعلم وصافي. صافي كيما شفتوا ها هي كنقادها من الجناب، وغادي ندير معاكم البنات حتى واحد الكانوج، كيجي زوين بزاف وسهل سهل، يعني بلا ما تحتاجي انك بلا ما تحتاج، ما فيه لا غليكوز لا ناباج لا حتى شي حاجه، فيه غير الشوكولات و فيه الشوكولات ودانون، دانون ديال دانينو، فيه دانينو ديال الفريز اللي كنعطيوه للدراري ديال اللي كنعطيوه للدراري الصغار. صافي كيما شفتوا انا كنقاد فيها من الجناب، وغنخليكم دابا مع واحد شويه ديال الموسيقى ونعاودو نكملو. انا رجعت لكم البنات، كما شفتوا راني مونطيت الحلوه وقديتها المره الاولى، المهم انا كنعاود فيها دابا كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه للبنات انا شتوني كيفاش حطاها، حطاها فوق الطاوه وكندور بيديا. الا كان عندكم هذاك الطبل اللي كيدور راه ما غاليش، راه داير شي 60 درهم ولا 70 درهم، صراحه غير ما درتش فيه راسي. هنا البنات راني بديت كندخلتها للثلاجه كما شفتوني، راني حبست وعاوتاني كملت دخلتها للثلاجه، وغادي نبدا في المره الثانيه كيفاش غادي نمونطي فيها. هانتوما كنخدم بيد وكندور بيد باش كان الجهه اللي ما مقيوصاش كنقيسها. صافي كما شفتوا ها هو. وبالنسبه لهذوك لي سباتي اللي كنخدم بهم، راني قلت لكم فين كيتباعوا، الثمن ديالهم راه ما غاليينش بزاف، يقدر يمكن لكم كاع تصايبوهم راسكم في الدار بلا ما تصيبهم، غير من هادوك الغطايات ديال السطوله ديال هذا ديال الكليكوز ولا ديال الناباج. فاش كنت خدام في مخبزه كنا كنصايبهم غير من هادوك. وكما شفتوها هو كنخدم بيد وكندور بيد، ودابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. الا ما عندكمش البنات هذه اللي غنخدم بها انا، يمكن لكم ديروا فورشيت، هانتوما كنخدم وفي نفس الوقت كيتحيد داكشي اللي زايد، بحال هكا كنخدم وكندور بشويه، وغادي ندخلوها للثلاجه تبرد عاوتاني للمره الثانيه. واش ندوزو نخدمو عاوتاني الكاناج ديالنا اللي غادي نغطيوها به من الفوق.
البنات هنايا اللي كيخافوا، غادي نقول لهم عندكم ناس تخافوا، بسوية عليكم بسوية عليكم تتعلموا تاع حزوم الطلعيبة. الا درتي راسك في الحجر غتعلمي ليها، غتعلمي ليها غير بشوية. هانت كنخدم بيد وكندور عاوتاني باليد الاخرى وبشوية. والبنت اللي كنتي بلاصة ما عمرهاش بحال هكا، دابا انا بنت لي هاد البلاصة ما عمرهاش هي كنعمر فيها. وما تخافوش ما تخافوا من حتى شي حاجة، كل شي سهل. ومع المدة راه ضروري المرة الأولى غتخسر ليك، المرة الثانية غتخسر ليك، المرة الثالثة صافي غتبداي تعلمي صافي. وبقى غادا بحالك كيما كتشوفوا، كندور بيد وكنخدم بيد. إلا ما عندكمش البنات هادي اللي قلت ليكم اللي كتشوفوني كنخدم بيها، يمكن ليكم تستعملوا فرشات أو ممكن تصايبوها لراسكم كيما قلت ليكم في الدار. كيما شفتوا هنايا درت ليها هاد الحجيرات، الصراحة غير كانوا عندي وزوقت بيهم، يعني ايديا البنتي صافي. وكاينه غير حنايا، ما كاين زعما حتى شي واحد معرضه على حتى شي واحد اللي براني، ولا كنا غير حنايا بعضياتنا وصافي. وبالنسبه هنايا للكناج كما كتشوفوا راني كنخدم انايا بالشوكولاط كالا، راه زوين الصراحه كيجي زوين صافي. ودانيت ديال الفريز وغادي نخدمو بهذا بالروح ديال الفريز حتى هو كزدتو هنايا، انا ذوبت الشوكولاط وزدت عليه دانيت، وهذاك دانيت خلطت فيه الروح ديال الفريز. هاد باش زدتو الكناج، هاد باش زدتو الشوكولاتة صافي. هنايا راني كنحرك، ضروري تخدموه بيديكم مزيان كما كتشوفوني انا كنخدم، كنحرك فيه مزيان باش ما تبقاش بلاصه بيضاء وبلاصه غوز صافي. يمكن لكم تخدموا البنات اي كناج بغيتو، يمكن لكم تخدموه بحال هكا بحال هكا. الا بغيتو ديال الشوكولاط كحل كديروا الشوكولاط كحل وكتزيدوا عليه دانيت ديال الشوكولاط، ولا يمكن لكم ديروا حتى دانون عادي ما فيهش زعما حتى شي نكهه صافي. دابا غادي ندلو الفيني والحلوه ديالنا بحال هذا الشكل هذا كما شفتوا. انا خويتها من الفوق عاديه، يمكن لكم نتوما ديروه يمكن لكم ديروا هذا الكورنا بالبابي كويسو وتفينيو الجناب هما الاولين، هاد باش تخدموا الوسط كما شفتوا. وسمحوا لي على الصداع، انا قاعده تحت الشرجم والدراري كيلعبوا ما يمكن ليش نبقى نغوت على الناس صافي. هكا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وما تنساوش تدعموني بلي لايك وتابوناو فلاشي. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.